أوضح رئيس القائمة المستقلة إرادة بدائرة قفصة الانتخابية حافظ الهنشيري، أوضح أنه لا صحة لما راجع عن الحكم بسجنه 3 سنوات، وأضاف أن المحكمة الابتدائية بقفصة قضت بسجن عضو القائمة علي المبروكي 3 سنوات على خلفية اعتدائه على رئيس دائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالولاية. برا خرج في وسائل الاعلام وكون عندي 3 سنين سجن، لا ما عندي حتى مشكله مع القضاء وما عندي حتى مشكله قضائيه. الاخبار هذا نعتبروه غير بريء، وهي حمله موجهه من ناس يعتبروا رواحهم احزاب كبار، اكتشفوا انه على ارض الواقع ما عندهم حتى شيء، واني فما قائمه اسمها قائمه اراده التمويلات الذاتيه موجوده في برشا بلايص، فحبوا يشوهوا صوره القائمه، لكن لا باس الحمد لله باش نستغلوها بالجانب الايجابي وان شاء الله لا باس. المشكل هو مع احد اعضاء القائمه ماهوش رئيس القائمه اللي هو علي مبروكي. علي مبروكي اللي كان موجود في كولوار في المحكمه واللي اهانه رئيس المحكمه فصفع رئيس المحكمه، وعلي مبروكي اعترف انه صفع رئيس المحكمه لكن قاضي هو، لكن القاضي ما اعترفش انه اهان علي، بالعكس جاب شهاده طبيه فيها 21 يوم والنهار الثاني باشر في العمل نتاعو، ما حب حتى محامي يترافع على علي مبروكي، جبنا له محامي من بوزيد.